السلام عليكم ورحمة الله، معاكم مهندس هشام أحمد. هنبتدي درس جديد إن شاء الله من سلسلة دروس تمارين على السوليد ورك. درس النهاردة مختلف شوية، عايزين نبدأ نرسم الكونكت فور أو اللعبة القديمة كنا بنلعبها زمان، كونكت فور. نشوف تترسم إزاي على السوليد، وهنبدأ نرسم حاجة مشابهة ليها على السوليد ورك إن شاء الله. هبدأ أرسم في الفرونت بلان، أقول له سكتش. هبدأ ممكن أرسم حاجة بالمنظر ده كده، مثلا كده. مثلا ابدا احط دايمنشن ان الطول ده ليكن 50، الطول ده ليكن 50، الزاويه من هنا لهنا 135، والزاويه من هنا لهنا 135، والطول ده 15، والمسافة من هنا لحد هنا 10، وأقول له صح على كده. أقول له اكزيت سكتش، أبدأ أعمل اكسترود بمقدار 110، وأقول له صح. تمام، أنا كده أعتبر عملت اللي هي القاعدة بتاعتها اللي تحت أو البيز اللي تحت. تمام، هبدأ أعمل بعد كده الكونكت اللي فوق ده أو الشكل اللي فوق. هبدأ أرسم في التوب بلان ده، وأقول له سكتش، وأبدأ أرسم مستطيل عليه بالمنظر ده كده. اقول له اكزيت سكتش، اقول له اكسترود بمقدار 95، اقول له صح. تمام، هبدأ بعد كده ممكن اشيل هنا ميرج ريزلت، تمام كده. ممكن ابدأ ارسم هنا تاني، اقول له سكتش، اقول له نورمال 2، ابدا ارسم مستطيل وليكن من هنا لهنا كده، واحد تاني من هنا ليكن هنا، اول سمار دايمنشن اديله سكنس من هنا لحد هنا، سكنس مثلا 1، خليها 2 ملي، كذلك من هنا لهنا 2 ملي، من هنا لهنا 2 ملي، اعمل نفس الحكايه هنا 2 ملي، من هنا لهنا 2 ملي، من هنا لهنا 2 ملي، اقول له سكتش ستريت كات، خليه مثلا 9، اقول له صح. انا كده عملت اللي هي الحته اللي تحت. تمام، هبدا بعد كده اعمل الفتحات دي، فهبدا اعمل سكتش هنا، اقول له نورمال 2، هبدا ارسم دايره كده، نقول قطرها مثلا نقول قطرها مثلا 10، تبعد عن هنا 5، قطره 15. تبعد هنا 10 مثلا، تبعد عن هنا برضه 10. تمام، طيب هبدأ بعد كده أعمل له اكزيت سكتش، وهعمل
سترود كات للآخر، وهعمل لينير باترن، عددهم كده 7 بالاتجاه ده، الفيتشر دي عددهم 7، المسافة من الواحدة والتانية 15. وفي اتجاه دايركشن 2 عددهم 6 الناحية التانية، كذلك المسافة 15. بقول له صح على كده، يبقى انا كده معايا في الاتجاه ده 7 اهم، 1 2 3 4 5 6 7، وده كده في الاتجاه ده اتجاه واي اتجاه 6. تمام، هبدأ بعد كده هعمل ايه؟ هبدأ ممكن اعمل اللي هو الدايرة البارزة اللي بره دي شوية، ممكن اعمل سكتش عليه فول نورمال 2، هبدأ اعمل دايرة تانية كبيرة شوية يكون 11 مثلا، واقول اكزي سكتش، واعمل اكسترود ميدور 1 حاجة بالمنظر ده، واقول له صح. تمام، ممكن اعدل الواحد ده خليه نص، برضه اعمل له لينير باترن، في الاتجاه ده 7، في الاتجاه دايركشن 2 الاتجاه ده الناحية التانية نفس الكلام، اقول له صح. عملها لي كده، هبدأ اعمل لها ميرور الناحية التانية، هبدأ احدد ريفرنس جيومتري بلان، واحدد بلان في النص ما بين الاولاني والتاني، احدد بلان ده وده، اقوله صح. وهبدأ اعمل ميرور للفيتشر دي، لينير باترن ده، بقوله صح. تمام كده، هبدأ بعد كده اعمل الفراغات اللي هي اللي في النص اللي بنزل منها البتاع. تمام، هبدأ اعمل سكتش هنا، هبدأ اقول له نورمال 2، سألك بس البلان ده، ممكن اعمل واحد اعمل له لينير باترن، ده كده يكون مثلا 18 المسافة من هنا لحد هنا 3، المسافة من هنا لحد هنا 3، والطول ده 15. خلي 14، وابدا اقول له اكزي سكتش اكسترود كات. ميدار 95، اقول له صح. تمام كده، هبدا اقول له لينير باترن ده في الاتجاه ده،
الناحية التانية، تمام، وأقوله صح. كده متظبطة بالظبط. ممكن أعمل هنا قط، مسافة من هنا لهنا مثلا تكون 2، والثيكنس ده 2، والثيكنس ده 2، وده 2. اقول لوك ذا سكتش، اقول لك ستروت كات مثلا على 1 ملي او 2 ملي، اقول له صح، تمام كده. ممكن اعمل لها ميرور، اقول له رفرن جيومتري بلان، احدد بلان في النص ما بين البلان ده والبلان ده، اقول له صح. بعد كده ابدا اعمل له ميرور حوالين البلان ده للفيتشر دي، اللي عمل لي الناحيه التانيه كده، تمام. ممكن اخد بعد كده اعمل فيلت للفيس ده ككل، الفيلت بتاعي على نص، اقول له صح. تمام كده. طيب هبدأ بعد كده هعمل ايه؟ هبدأ اسيف البارت ده عندي، اقول له سيف، عايز مثلا في مثلا ديسكتوب بارت 1، اقول له سيف. هبدأ أعمل نيو بارت في الفرونت مثلا بلان، أقول له سكتش، أبدأ أرسم سيركل قطرها 15، أعمل الاكسترود بتاعها مثلا على 10، أقول له صح، وأبدأ ألونها، اديها مثلا لون اصفر، قوله صح، وهسيب على كده ده سيفيز. سمي مثلا يلو، اقول له سيف، وبعد كده احط له نفس البارت بس احط له لون تاني، خليه مثلا احمر، اقول له صح، واسيبه فايل سيف از، سمي مثلا ريد، اقول له سيف. ده هعمل نيو اسمبلي، اوكي، هبدأ أنزل البارتات بتاعتي. أول حاجة بارت 1 أهو، وهنزل الريد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
مثلا كده، وانزل برضو الاصفر ليلو، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر، ونقول مثلا صح على كده. أبدأ بقى أجمع بقى، أحط البورت ده مع ده، أقول له ميت، أقول له صح. بالتالي هكبر البورت ده، وابدأ بقى اجمعهم كلهم كده. خلاص جمعت كله، وحطيت كمان ماتيريال للبادي الخارجي، يبقى كده زي ما احنا كنا عايزين. ده كده شبه الكونكت فور شويه، تمام. حاولنا نعملها بالسلو دورك. ده كده كان الدرس بتاع النهارده، يا رب تكون استفدتوا بيه. لو حد عنده اي سؤال اي استفسار يبعت لنا على صفحتنا على فيسبوك ليرن سودور سارو، وارقام التليفونات والايميل موجودين اسفل الشاشه. نشوفكم الدرس الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.